شجرة اللبان بدايتها يبدأ الموسم في نهاية الشتاء بداية الصيف لما ترتفع درجة الحرارة، ويتجهون المواطنين إلى مراكز اللبان كبادي السدح، وكل حد له مكانه. نحن مراكز نسمي منازل اللبان، ويقوموا هناك بمراحل التجريح. يا يقولوا هذا الشجرة درت وسوت الحليب، سوت شو اسمه اللبان، وسوت اللبان، وناس حصلوا من اللبان هذا وطلعوها بعيد، وكان زين مطلوب، كان زين أول. اللبان العماني يتميز بخصائص الطبية المرتفعة. استخلصنا زيت اللبان الطبيعي العماني ذو المواصفات العالمية، ودخلت في صناعات عالمية كثيرة، في مستحضرات تجميل، وفي صناعة العطور، وفي العلاج التقليدي. وكذلك استخلصنا ماء اللبان المقطر، ويدخل كذلك في نفس الصناعات الأخرى.